وجاء الفنان اللبناني وائل جسار يوم الاثنين 3 يناير رسالة الفنانة المغربية سعيدة شرف بمناسبة لإصدار أغنيتها الجديدة يجيو يقولوا. وقال وائل جسار في الفيديو اللي نشرته سعيدة شرف عبر الحساب ديالها على الانستغرام، وقال: سعيدة شرف، بدي أقول لك ألف ألف مبروك على أغنيتك الجديدة يجيو يقولوا. أغنية رائعة جدا، تستاهل النجاح. أنت إنسانة مضيافة، إنسانة راقية، إنسانة ذوق. أنا تشرفت بمعرفتك من حوالي يمكن 10-15 سنة بعرفك، إنسانة جدا راقية. بدي أقول لك ألف مبروك، كل عام وأنت بألف خير. وائل جسار. بدورها وجهت سعيدة شرف الشكر لوائل جسار على الكلام دياله في حقها، وقالت: شكرا صديقي العزيز، الله يحفظك، شهادة أعتز بها مدى الحياة من فنان صوته وأخلاقه ونكران ذاته يدرس. شكرا وائل، الله يحميك، وقريبا نلتقي. الجدير بالذكر أن الفنانة سعيدة شرف نشرت يوم الجمعة 25 دجنبر المنصرم أغنية جديدة كتحمل عنوان يجي ويقولوا من كلمات علي بارولي ومن توزيع ألحان هشام الخاطر. واختارت سعيدة شرف أنها تصور الفيديو كليب في منطقة بن سليمان تحت إدارة المخرج كريم بنيس. النجمة المصرية روبي ثارت الجدل مؤخرا في حفلة رأس السنة بعد الظهور ديالها بوزن زائد، الأمر اللي خلى العديد من الرواد أنهم يلاحظوا باللي الفنان ما قدرتش تتقن الرقص ديالها بالرغم من أنها كانت مندمجة مع الأغاني الجديدة من الألبوم ديالها الأخير. سبب هذا الفيديو صدمة كبيرة للمتابعين ديالها، الأمر اللي خلاهم يزدولوه بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي واللي بانت فيه فعلا كتعاني من زيادة الوزن. هذا الفيديو وبعد عدة ساعات عرف انتشار كبير، الأمر اللي خلى الفنانة تخرج على الصمت ديالها، ولكن فيديو آخر نشرته في الصفحة ديالها الرسمية على الانستغرام واللي من خلاله بغات تقول لهم بأنها رشيقة، خصوصا وأنها ظهرت كترقص بنفس الفستان. المتابعين ديالها رجحوا بأن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ربما تم تلاعب بها، فيما اعتبروا آخرين بأن الزاوية ديال التصوير كان لها دور كبير في ظهور الفنانة بذيك الشكل. الفنان المغربي زكريا الغفولي كيعلن على مفاجأة سارة للجمهور ديالو بخصوص إطلاق الأغنية ديالو الجديدة بمشاركة الأم ديالو. ونشر زكريا الغفولي تدوين عبر الحساب ديالو الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام كيكشف من خلالها تفاصيل العمل الغنائي الجديد تحت عنوان العشرين، وكتب: الأحباب، أول عمل فني لبداية سنة 2022، فيديو كليب لأغنية بعنوان العشرين يوم السبت 8 يناير على قناتي الرسمية على اليوتيوب على الساعة 5 مساء. الفيديو كليب هو مستوحى من قصص واقعية عاشها مجموعة من الناس في بلاد المهجر، وشاركتني أمي الحبيبة في بعض اللقطات ديال الكليب، الأمر اللي خلى العديد من المتابعين أنهم ينوهوا بهذا المنشور ويشجعوه. وهذه بعض التعليقات اللي غنخليها لكم على الشاشة. فاجأت اليوتيوبر سارة أبو جاد المتابعين ديالها مؤخرا بالظهور ديالها في شريط فيديو كتعلم فيه البحث ديالها على منزل آخر للعيش. وشاركت سارة أبو جاد المتابعين ديالها عبر القناة ديالها على اليوتيوب واحد شريط ديال الفيديو كيحمل عنوان اختاروا معايا الدار اللي غنرحل ليها، في إشارة منها لمغادرة المنزل اللي كانت كتسكن فيه قبل الطلاق ديالها من عبد الله أبو جاد. كذلك رفقت اليوتيوبر سارة أبو جاد الفيديو اللي نال الرتبة 8 في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في المغرب بعبارة بداية جديدة إن شاء الله، في إشارة منها لبدء حياة جديدة. رفقت الابن ديالها قصي بعد الانفصال ديالها على عبد الله أبو جاد. وإلى هنا كنقول لكم وصلنا لآخر فقرة في هذه الحلقة، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب وكذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي جديد. إلى اللقاء.